إخوان، من أسوأ الشغلات اللي ممكن تصير عند مربي الطيور في أي وقت، سواء صيف أو شتاء، اللي هي إخوان بغض النظر عن غيار الريش، غيار الريش هذا انسى منه، لازم تلقاه، اللي هو العلف الزايد اللي برميل الجواز. فإحنا بالحالة هاي منقدرش نحطه نلمه، راح لأنه راح يغلبنا بين الريش والوسخ تبع الحمام. فإحنا إيش بنعمل؟ عندي خطة أنا حلوة دائما بتبعها، بدي أفرجيكم إياها شو بعمل. عندنا البذرة البلدية اللي عربوا، طبعا يا اخوان بفتح الباب هذا هيك زي ما انتم شايفينه هيك، ايوه تبع الجواز تبع غرفة الزق، بفتحه زي هيك حسب تصير اعودهم يا اخوان انه اطعميهم جوا. يعني كيف جوا؟ هسه بجيب لهم شوية علف. مجرد ما تحط رجلها جوا تلاقي علف بتنقب، بخليهم ينقبوا، اللي فات فات واللي ما فاتش راحت عليه. هيك هيك انا مش هطعميهم غير بالليل الساعة 12 بالليل. الحمام هاي بدي يكون في اكل هسه بوب. يعني هاي فات بجوز 15 طير، 15 طير جوا بنه على كل شيء، اي حبة علف موجودة على الارض. تعي 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 يلا فوتوا كملوا، انتوا كملوهم يلا. تعي 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 تعي، وانا بالنهايه مش خسران اشي، بالنهايه انه الحمام بتاكل قاعده، اذا اكلت هسه ولا اكلت بعدين مش فارقه، بس اذا اكلت هسه بتخلص لي العلف كله المكبوب على الارض، وبستفاد منه انا، انا بستفاد منه شخصيا، اني ايش شبعت الحمام، كسبت منهن، كسبت اني شبعتهن وببلاش، يعتبر انه ببلاش. طبعا اللي فات فات واللي ما فاتش ضايل 4-5 طيور، هذول ايش عمهلهن، لو ما فاتن عادي. تعي وش يا زلمة؟ تعي 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 تعي. طبعا عادي بعلف لهم جوا يا اخوان ما في مشكلة، بس عشان يتعودوا. من يوم طالع يا اخوان يومين، خلينا نطعم هدول الحمامات، هدول اللي رايحات على التوزيع يا اخوان. Thank you.
هذول رايحين التوزيع يوم الجمعة إن شاء الله، ما عدا الزواجل عشان تكون الزواجل هذول فراغ سطحي لسه بدنا نكرشهم. المفروض زمان كارشهم بس والله يعني تراخيت معهم. طلعوا الحمام كيف صارت يا إخوان؟ انسى خليهن هسه، بس يخلصوا عبان ما يخلصوا بكونوا شبعانات 100%. بفوت أنا بكنس، بفوت أنا بكنس، تمام يا إخوان؟ فأنا من هذا المنطلق وهاي الحسبة أنا حسبتها، فالحسبة كثير حلوة. زائد إذا شبعت هاي بتوفر علي تقريبا 2 كيلو علف، صدق. ليش؟ لأنه هذا هيك كيك مرمي على الأرض، لو كبيته أنا، لو كبيته أنا ما حدش داري فيه، حتى الحمام مش داري فيه، حتى أنا مش أحس فيه. إمتى بحس فيه؟ لما ألاقي الحمام هاي طلعت شبعت، بحكي يا سلام طلعت من غرفة الزق شبعانة، معناته هذا إشي كثير منيح. بصير كل يوم أو كل يومين لما أشوف العلف تكوم هيك كثير بكون معودهم، يعني هاي أول تعويدة إلهن، بكون معودهن إني لما بدي أفتح الباب بدكم تفوتوا كله، تنقبوا لي كل شي جوا، تطلعوا شبعانات، تحبسوا بخشتكم. يعني هذا ما بأثرش علي لو طلع. ثلاث طيور عادي، ثلاث طيور لو جاع اليوم ما بهمني، تمام؟ بينما يجوعش الكل، هذول اللي جاعوا اليوم إجباري إجباري حياكلوا بكرة، تمام؟ طلع هاي أصلاً حيفوتوا. هم حيفوتوا، مش حيظل، خلص عارفين إنه ما في أكل برا، في أكل جوا، حيفوت غصبت عنه. حتى هذا الأبلك شايفينه هاي فات، طلع لي مسود فات، والثاني البتنجاني رأ فات، وانت يلا فوت. أظل غير انت يعني، وأنا مستحيل أطعم الحمام كله عشانه. حط البرادة عاد، يلا خلي طعمين. سبب من الأسباب إن أنا مبارح أصلاً مشبحهم كثير، يعني مبارح إذا مش مطعمين مطعمين 3 كيلو هدول لحالهم ضرار. كيف الوضع؟ الأكل طب عندكم 100% أكل متحبسين، وضع كلوز، نقب 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 نقب. طبعاً يا أخوان بتركهم نص ساعة ما بتحبس، هيك هيك احنا لسه قبل الموعد، احنا هيك هيك قبل الموعد لسه، لو تركناها النص ساعة جوا كلهن ينقبوا، عبان ما تخلص من نص ساعة بكون وضع لوز والحمام شبعانة مسطوحة سطح، تمام؟ هاي الفكرة، هاي هي الفكرة يا اخوان. ما شاء الله امورهم تمام. خلينا نفوت جوا نشوف كيف وضعكم على المين. ما شاء الله اوكي، فش ها بنقبوا كل شيء علف بنقبوه، لانه ليش يا اخوان؟ لانهم جعانات شوي. تعرف لو جعانات كثير يا اخوان بتحداكوا تحدي، تحدي بتحداكوا اذا لقيتوا حبه علف. هسه قاعدين بنقبوا تنقيب، خليني اليوم اجوعهن وبكره بعد ما اكنس ان شاء الله. اليوم ناوي اكنس كل هذا الحكي، او يمكن بكره، لاني انا اليوم ما بعرف لاني لحالي يا اخوان. المهم انا راح اكنس بشكل عام، بعد ما اكنس بنصور لكم فيديو ثاني وهم جعانات، واتحداكم تحدي اذا بتلقوهم هيك باكلوا، الا تلقوهم زي المجانين قاعدين بنكبوا. ما شاء الله اليهوديات باضن البيضه الثانيه الحمد لله، ما شاء الله صلاه النبي. شوفوا كيف يا اخوان ما شاء الله، هاي الحبات البلديه بكره بتشوفوها كيف بتصير 100%. تتمنوا تصيروا انه كل الفيديو تبع الحمام يكون على الحمام البلديه، بتصيروا تتمنوا تمني انه الحمام البلديه بس نصورها، بس ايش؟ بس تطلع من البروك. ما شاء الله صلاة النبي، شايفين كيف الوضع؟ والله شيء محترم يا اخوان الحمد لله. هاي الرياحنا ما شاء الله عليهن، كان عندهم مشاكل عائلية مع بعض، كانوا متهاوشات، الحمد لله تصالحوا. هاي الطيرة قاعدة كانت طالبة الطلاق، هسه قاعدة تحت عليك. قبل يومين كنت تذبحين من الكتف، كنت زعلانة منه، هسه يدعس علي عادي حبيبي وعمري. يا اخي زيكي. هاي الجواز الرياحنا الثانيات صلاة النبي. عندنا فراخ، هذول يا اخوان لازم ابلش معهم، هذول خلص كثير طولت عليهم صراحه، بالاخص يعني انا هسه هذول النوارس، فرخين النوارس لازم احافظ عليهم عشان اطلع منهم بزرع، تمام؟ لازم احافظ عليهم عشان اطلع منهم بزرع.
وهذا الزاجل ما شاء الله عليه المكتف كمان لازم نكشه، فان شاء الله على خير ان نستفاد منه وما يغلبنا وما ياثر علينا بالكش والكرش، وان شاء الله يطلع طيره لانه في عندنا فحل حاطه انا عند محمود اذا تتذكرون لونه احمر، بنزقهن على بعض وان شاء الله خير. لانه عشان تكونوا عارفين ممكن تستغربوا انه طيب كيف ليش حاطه عليه، ما هذا اهلي هذا اخو اللي عند محمود، لعند محمود احمر وهذا لونه ازرق، جاي ازرق حتى مش ازرق جاي لونه يا اخوان لونه غريب ما بعرف كيف، زي القرقاطي غامق فاتح ابصر كيف غريب يعني لونه، فبركب على اخوه. وعندنا اصلا كمان واحد بس ريشه ضعيف هيو، يعني اذا هاد طلع فحل هناك طيره، فانا راح بالنهايه هيها بالنهايه انا هيك هيك راح اطلع منهن جوز وراح اطلع منهن جوز ان شاء الله على خير وسلامه. والحمد لله يا اخوان زي ما انتم شايفين الوضع الامور 100%، والحمام مرتاحه والدنيا ماشيه. طبعا يا اخوان بنترككم مع فقره صيد الطير، طبعا هذا الفيديو مخربط ولكن يا اصدقائي واحبابي احنا خشين مع بعض بالفيديو، اهم شيء يكون الفيديو بيعجبكم وفيديو مفيد. خليكم مع فقره الصيد، وبعد فقره الصيد راح نلف على الزق بالتفصيل نفرجيكم في جواز كثير فقست، في جواز كثير باظت، استنوا الفيديو ممتع ويلا خليكم مع فقره الصيد. بعد مساكم اخواني، فرخ مع الفراخ لقينا، شو هذا عاد بلدي ولا ايش؟ تعال خلينا نشوفك كبير، تعي نطلع الفراخ من الصبح انا، خليني بس نطفي القرآن. وضع انسى مع المبروك، وضع لوز من هاي الانجليزيات يا اخوان على الطبع، ما شاء الله اشي ناخب يا كبير. هاي القراقطة حطيناهن هان، هسه بنرجع لكم احنا بالحكي هذا كله، بس خلينا نحاول نمسك هالطير. والفكرة مش في الطير وفي قيمته، الفكرة ايش؟ في متعة الصيد، يعني انت بلدي بنمسكك وبنطيرك عادي ما في مشكلة، بس ايش نمسكك استمتع شوي. تعي 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 هيا يا اخوان، اوعى تشرد هي كمان بتهاوش، هذا هذا شكله له من العصر هان. طيب الفراخ لستها يا اخوان عندي خام، بلشنا ننشر فيها احنا، والله فحل مش فرخ بيهوج بضرب. استنى نشوف. تعي تعي حلو، كفو عليك، تعال خلينا نبلعك، نبلع طاره لعيونك، زمان ما شفتوش ضربات طاره صح؟ زمان ما شفتوش الطاره. تعي 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 مش عارف شو يعني تعي، هو نزل لما الحمام هجمت، مش عارف شو يعني تعي، شو هاي شو هذا تعي 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 تعي. بلدي عامل حاله مسوي، بلدي عامل حاله مسود، روح هسه مش وقتها في البترين. كويس مع ضربة الطار الأرباش انكرش كويس، ايوه روح فيع يا معلم. فرخ بلدي عامل حاله مسود، يلا أهم شي فكرة الصيد يا اخوان، هي مفكوك اشكاله، مين شاريه هذا عشان يكشه؟ صح
سبحان الله. يلا يا اخوان، المهم الطير انصاب، الامور طيبه، يعطيكم العافيه يا اخوان. بعد ما مسكنا الطير امورنا طيبه الحمد لله. في عندنا شويه تغييرات على السطح من ناحيه الحمام والمواقع وتغيير الاماكن والشغلات هاي، يعني هنا احنا ما فيش اشي عندنا تغير، امورنا تمام الحمد لله. هنا عندنا ما شاء الله الجوز، هذول بيضات، بس بيضه واحده ومش مشكله ما دامها عاقده بنخليهم يقعدوا عليها وامورهم تمام. طلعوا ما شاء الله كيف البيضه الطيره قاعده وامورها تمام. هذول الجوز ما شاء الله عندهم بيضتين، ما بعرف اذا عاقدات او لا، ولكن ان شاء الله خير. ليش الفوكس يلعن اخت التلفون؟ طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين هذول الجوز الانجليزيات صلاة النبي، وما شاء الله اشي نخيب ومحترم وعالمي ما شاء الله. الله يبارك لنا ويطرح لنا البركه وصلوا على النبي. هذول الجوز يا اخوان ما بعرف ليش لحد الان ما باطن صراحه، يعني ما بعرف شو قصتهن ليش ما باطن. وعندنا الجوز هذول القراقطه الجداد تمام، من الحمام الجديده. طيب وين الحمام اللي كانت هان؟ حطيناها بمكان ثاني يا اخوان تمام. ما شاء الله شوفوا صلاه النبي ايش محترم ومرتب ومؤدب ما شاء الله. صلاه النبي عندنا هذول الجوز، الطيرة هاي بلشت تتحسن، هاي عندها فرخين ما شاء الله زي ما انتم شايفين قايمة عنهم. بعرفش ليش، يمكن لأنه الدنيا شوب أو شيء. بسم الله ما شاء الله ماكلات، صحتهم منيحة من ناحية الأكل، ماكلات أمورهم تمام ما شاء الله. عندنا الجوز هذول، وهذا الكلب يلي بعض، هذا مش هذا ما بنقر، هذا بعض بقرط قرطي لعنة حريش ومزنخ دمك ما شاء الله. عندهم فرخ ضحكنا عليهم وقعدناهم على البيض، وعندنا هذول بيضهم كان فاضي وشلناه، ان شاء الله راح يرجعوا بيضين. وعندنا هذول ضحكنا عليهم وقعدناهم عبيض تمام يا اخوان، ضحكنا عليهم وقعدناهم عبيض. بيض ايش؟ اتوقع بيض البغادنا، بيض البغادنا. هذول يا اخوان حاولنا نضحك عليهم وقعدنا عبيض، مش ظابطه معهم تمام. طب ليش ابو يوسف مش ظابطه معهم؟ لانهم ما بيطلعن فوق يشوفون البيض، لو بيطلعن فوق وشوفوا البيض بقعدوا تمام. لو يطلعوا فوق ويشوفوا البيض بقعدوا، بس هم ما شافوا البيض وما يعني يلا دقيقة يا عمو، ما شافوا البيض وأمورهم يعني إنه مش مستتبة لحد الآن. فإحنا بنسيبهن هسه، بحاول كمان شوي أرجع أرفع الطيرة فوق أو أنزل لهم الصحن تحت. استنى خلينا ننزله بس. طبعا يا إخوان نزلنا لهم الصحن تحت هيو زي ما انتم شايفين. على الأغلب هيك يمكن لما يشوفوا البيض الفحل يحن، اذا الفحل حن الطير بتحن وامورنا تمام، لانه دائما الفحل شايفين هو اللي ببلش بالقعده تمام. هيك احنا ايش بنكون استفدنا من موضوع ها 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 ها. سبحان الله بسم الله. يلا يا كبير تحتك بيض، احضن البيض هسه يا اخوان. هو هيحن على الاغلب هاي الطيره، شوف كيف طلعت نظرتها للبيض، الطيره نظرتها للبيض مرتبه حجه. هذول بيضتين نوارس تمام، اقعد عليهم بتطلعين لنا فرخين منه، انت مش انت يعني مش بايضه، فبتستفيدي وبصير عندك اولاد بالنهايه. من هذا المنطلق احنا بنحكي، فبتمنى تقعد على البيض تمام. هاي جوزك قاعد بحاول وانت حاول. دقيقه في واحد بده ياني برا، اجى صاحبه ياخده. قولوا لي في ناس بده اياك تحت، اجى صاحبه ياخده. وحياه امي لو انك عندي لاعطيك للي صاد، ولاعطيه 5 ليرات واقول له بدي شيء اياك. هنروح ننزله للشب، خليكم معنا. اعطيته الطير يا اخوان. بس الغريب في الموضوع ايش؟ الغريب في الموضوع انه يا اخوان هسه بيجيني مسج على الواتساب، شب من سوريا بتابعني. طب تحياتنا للشباب كلها اللي من سوريا. بعث لي تعليق يعني غريب شوي، يقول لي انا بتابعكم ابو يوسف وبدي طيرين. قلت له والله يا حبيبي صعب اودي على سوريا لانه ما في شحن، يعني اصلا يعني انتم عارفين لو بدنا نودي شحن على سوريا والحكي هذا كله الطيرين حقهم تقريبا يعني ازعم طيرين من هنا بتطلع حقهم 15 ليره. طب ما هو شحن الطير 10 ليرات على سوريا اذا مش اكثر، يعني مخسر عرفتوا كيف. ومش منطق اني اشحن على سوريا حمام، يعني هدية حقها يعني قديش بدك تدفع قديش عليها عشان توديها على سوريا، فمش منطق. المهم فايش هسه برد عليه بقول لي هو ولد صغير فايش بقول لي طيب اوكي هسه بعت لي رسالة طيب اوكي انا راح ابطل اتابعكم على القناة وشوف شو راح يصير بالقناة.
طيب يا حبيبي انا ايش دخلني؟ والله العظيم يعني والله يا اخوان انتم احكوا المنطق والعقل. بصير ان انا اشحن على سوريا جائزه حقها 15 ليره ولا 20 ليره؟ يعني والله ما هو منطق. على العموم يا اخوان سيبونا من هالحكي هذا، نحكي لكم على فوائد اسكع عصير انا بحب اشربه. تمام، اسكع عصير انا بحب اشربه يا اخوان، اللي هو يا اخوان شوفوا صراحه انا بكيف عليه انا. هذا يا اخوان عصير الشمام، انسى اشي محترم، بشتري الشمام انا. تمام، بخليني يعملوا لي عصير عندي في الدار وتعشرب يا كبير. والله العظيم جرب اعمل كاس عصير شمام زي هيك وشوف ودوق وادعي لي. طبعا لازم يكون بارد، دير بالكم، ودوق وادعي لي يا معلم. ما علينا، خلينا نفوت جوا نكمل. ومعنا كاسة العصير طبعا، نشوف هنا بسم الله وين وصلنا. عند الجوز هدول يا اخوان ان شاء الله شكلا يعني ان شاء الله ممكن يرضوا ويغدوا يحضنوا البيض على خير، ممكن يرضوا ويحضنوا البيض تكون امورهم تمام. عندنا الجوز هدول يا اخوان بلشت الطيره تطلع فوق بالصحن، على ما يبدو الله اعلم انها حطبيض. عندنا هدول ما شاء الله كبير، حج غالي زعيم، ايوه عنده طيره ما شاء الله، عنده فرخ. عندنا هون كمان الطيره هاي عصبيه دائما، اوعي اوعي، عندها فرخين ما شاء الله صلاه النبي. عندنا هدول شلنا بيضهم زي ما قلنا لكم، هدول شلنا بيضهم والحمد لله يوم باضن. يعني اليوم الصبح تفاجأت انهم بيضات صلاه النبي. المساويد هدول يا اخوان لسه ما باضين، بس اخذوا بعض الامور تمام. عندنا هدول يا اخوان اللي ضحكنا عليهم وقعدناهم على البيض مش إلهم، والحمد لله مفكسات. وعندنا هدول نفس الاشي، بيضهم الطيرة كانت حاشرة فيها البيض وما زبط كبناه. وهدول ما شاء الله هيوم مفقسن الفرخين. وهدول الجوز المسويد الجديدة، وهنا جوز القراقطة الكبار أكبر جوز، وهنا جوز القراقطة الثانيات. طب الجوزين وين اللي كانوا هان؟ الجوز النوارس أعطناهم لأبو الحارث هدية، عشان الزلمة قاعد بيجمع حمام مكتيف تمام، وعند أبو الحارث مش خسارة. وها شلناهن، والبغادنا نزلناهن تحت على التسوية، وإن شاء الله شكله راح أحطهم عند أبو الحارث لأنه عنده مساحة أكبر. عندنا العجميات ما شاء الله، شوف الطيرة كيف صارت جميلة جدا. والفحل يعني عشان طلع من مرض قاعد بزبط تمام، واللي بيعرفهم من زمان بيعرف انه هدول كان اصلا ميتات قبل ما هالمره اربع مرات، وكان الفحل جاي عليه قروض الدنيا، بس الحمد لله اموره تمام وتحسنت وزبط. عندنا هون ما شاء الله هدول باضين، هيوم عندهم بيضتين قاعدات على البيض الحمد لله بعد ما شلنا بيضهن. هدول شلنا بيضهن لانه فاضي، وهدول حضناهم بيض زواجل تمام، هدول حضناهم بيض زواجل وحضنوه الحمد لله. عندنا هدول عندهم بيضهم، وهدول شلنا بيضهم لانه بيضهم كان مليان، بس الفرخ مات في البيضه وهو بنقر يا حرام ما قدر يطلع. وعندنا هدول ما شاء الله الرياحنا صلاه النبي اللي اشتريناهم من القهوه، تصالحوا مع بعض الحمد لله، كان عندهم مشاكل عائليه قلت لكم قبل هالمره، بس الحمد لله تصالحوا مع بعض امورهم صارت تمام. وعندنا هون جوز الرياحنا، طبعا يا اخوان انا بحاول اقلل الجواز عشان يا اخوان موضوع العلف ما شاء الله. هي عندنا هدول جوزين رياحنا وخلاص هيك، يعني هاي طاقتنا الاستيعابيه للجواز، اكثر من هيك صراحه انا ما بقدر اتحمل. زائد يعني انتم شايفين الوضع كيف، هذا اول امبارح انا نظفته، تخيلوا اول امبارح انا منظفه. فيا اخوان الوضع فعلا بالصيف او فتره غيار الريش صعب جدا انك تتحكم فيه وتقدر تنظف كل يوم. فانا يا اخوان اذا انا قاعد اذا اول امبارح منظف وهيك الوضع، فعن جد يعني كثير كثير صعب. طبعا الفراخ اخوان زي ما انتم شايفين انا منشر القراقطه، متببهن ومنشرهن سايبهن دشر. وزي ما انتم شايفين الفراخ صلاه النبي شايفين بلشت تحاول تطلع فوق. طبعا هذا ثاني يوم بطلحهن لاني الصراحه ما كنتش فاضيينهن، هاي بلشت اطلحهن برا شايفين، ها
شايفين كيف بلشت الحمام تغامر تطلع اطلع ولا اطلع ريح اطلع الشكل برامله كفو زلمه يلا مصري ايوه يا اخوان هذه احسن من 100 لفه تلفها الفراخ بس اهم شيء تخليه يكسب الثقه انه هو بيطير ان انا بقدر احمل حالي ان انا لو طلت مش راح اقع هذا اهم شيء احنا نوصل له طلعها اوعى تقع 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 اوعى يا كبير اوعى يا كبير طلع ما شاء الله كيف تلعب لعب قاعده الفراخ شوف صلاه النبي هذا اهم شيء عندي انا بعد هيك يا اخوان المرحله الجايه بس الفرخ يضمن انه بيطير بصير لحاله تطلع الصبح تطلع على الرفصه مثلا تفززه تحط معاه طيره انا حاط معهم طيره وينها كشميريه وين الطيره بعرفش المهم حاط معهم طيره كشميريه بتفز مثلا قدامهم شوي شوي بلحقها فرخ بعديها بلحقها فرخ بعديها بلحقها فرخ ان شاء الله مش راح اكرشهم حمام كبيره وراح افرجيكم كيف كرشهن بس انا هاي قاعد بعلمكم شو قاعد بعمل هاي ها بس دشر على السطح ما بقربهن يعني كبير اعمل له زي هيك بس هذا اكثر شيء ممكن اعمله انا اطلعه بس ها فز فز ما فزش ما بقدر اتحكم فيه ها شايف ها يلا حبيبي هذا فرخ زون بالطبع بس هذا اللي انا بعمل فيه بس مش اكثر من هيك اكثر شيء ممكن اعمله هيك تمام ولا قدام شويه ببلش ازود عليهن واشتغل محن على ايش على الاصعب تمام على العموم خلصنا الفقره هاي وخلصنا فقره الزق طلع لنا فقره الكش خليكم معنا.